بس هم حياكم الله مشاهدين الكرام ومرحبا تريليون في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مجلس طارق المحياس. هالحلقة الرائعة اللي راح أتكلم فيها عن السفير الأمريكي يصف السعودية بالعظمى ويقول حرفيا أمريكا بحاجة أن تكون مثل السعودية العظمى. بس هم حيهم، أنا سعيد جدا وأنا فخور جدا. سويت حلقة سابقة عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق وكيف أتكلم عن السعودية، أيضا سويت حلقة عن رئيس الوزراء البريطاني الحالي وشو قال عن السعودية، بنحط لكم الرابط أسفل هذا الفيديو للي ما شافه هذيك الحلقات أو بنحطه في نهاية الفيديو بيطلع لكم مع الفيديوهات المقترحة. أما اليوم راح أتكلم عن السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية في الرياض، ولما قال عن المملكة العربية السعودية العظمى أن أمريكا بحاجة أنها تكون مثل السعودية. مسهم حيهم، يا مرحبا تريليون. يقول الشاعر الجميل المبدع عبد العزيز العيسى اللي أوجه له تحية حب واحترام، يقول محمد الشامخ رفيع المقادير، محمد الشامخ رفيع المقادير اللي رقى القمة بعقل سياسي، كل الملوك أعطوه حب وتقدير وبين الكبار اليوم سيد أساسي. الله عليك، صح لسانك، يستاهل الأمير محمد الله يحفظه ويطول بعمره. نخش في الموضوع جامد مثل ما يقولون إخواننا المصريين. شو يقول الرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي ليش السفير الأمريكي في السعودية حرفيا؟ ها، ولما واحد لما سفير لأقوى دولة اقتصاديا في العالم وقد تكون أقوى من أقوى الدول العظيمة في العالم أمريكا، لما سفيرها يقول هذا الكلام ما نملك إلا أن نبتسم ونتطلع للمستقبل أكثر وأكثر بقيادة الملك سلمان ولي عهد الله يحفظهم طول بعمرهم. شو يقول حرفيا؟ يقول أتمنى للجميع أفضل حال من الصحة والسلامة في كل ما تقومون به هنا في المملكة السعودية العظمى. حطوا لي هالجزئية، الفيديو كله بحط لكم إياه في نهاية الحلقة، بس أبا هالجزئية وكرروا لي ثلاث مرات لما يقول المملكة السعودية العظمى. خلينا نشوف الفيديو ونرجع ثاني مرة. I'm confident about America's approach to the problem at home. I'm confident about Saudi Arabia's approach to the problem here in the kingdom. And I wish all of you the best in your health and safety and whatever else you may be doing here in the great kingdom of Saudi Arabia, in the great kingdom of Saudi Arabia, in the great kingdom of Saudi Arabia. عز يا مال العز وفخر يا مال الفخر، نعم إنها المملكة العربية السعودية العظمى يا سادة. يقول حرفيا في فيديو آخر غير هذا، هذا قلت لكم بحط لكم إياه في نهاية الحلقة كامل وبتكلم عنه، فيديو ثاني لما راح ياخذ اللقاح السفير الأمريكي، يقول شكرا لما تصنعونه لبلادكم، نحن معجبون جدا بما تفعلون، نحن بحاجة أن نكون مثلكم في هذا الشأن. شو يعني؟ يعني أمريكا تحتاج أنها تكون مثل المملكة العربية السعودية في هذه الجائحة، الله يفكنا منها يا رب العالمين. وذكركم أن قبله رئيس الوزراء البريطاني شو قال عن طاقة الرياح، أن لازم يجعلون بريطانيا مثل المملكة العربية السعودية. عز يا مال العز وفخر يا مال الفخر. خلنا نشوف هذا الفيديو لما قال السفير الأمريكي نحن بحاجة أن نكون مثلكم في هذا الشأن. Great. Do you want another shot? No, no. No. Thank you. We hope to see you again, and thank you for just doing this for your country. Thank you. We're so impressed. Yes. Amazing. That's what we hope for. You are. You have. We need to be like you in this regard. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. انزين، خل ارجع يا طويلين العمر والسلامه للفيديو الاول اللي قلت بحط لكم اياه كامل. يقول فيه حرفيا السفير الامريكي اود ايضا ان اقول للجميع، وهذا ما انصح به الجميع في السفاره وكذلك سائر الامريكيين في المملكه، على فكره الامريكيين في السعوديه حول 80,000 شوي اكثر شوي اقل. يقول السفير الامريكي انه في ظل الظروف القائمه انصحكم بشده بالتزام البقاء في المملكه العربيه السعوديه، الامدادات الغذائيه جيده، الخدمات متوفرة والنظام الصحي فعال، هناك الكثير من الأسباب التي تدفع للبقاء في المملكة العربية السعودية. قرار مغادرة الأراضي السعودية هو قراركم الشخصي،
لكن احرصوا على اتخاذ القرار الصحيح آخذين بعين الاعتبار مجريات الأمور هنا. التزموا بالبقاء في السعودية، شوفوا كم مرة يكررها، شوفوا كم مرة يكررها، التزموا بالبقاء في السعودية إن كان هذا قراركم، وهو بالتأكيد ما أنصح به الأمريكيين الموجودين هنا كما أنصح به عائلتي. أتمنى للجميع أفضل حال من الصحة والسلامة في كل ما تقومون به هنا في المملكة العربية السعودية العظمى. خلينا نشوف الفيديو كامل ونرجع ثاني مرة. Hello, everybody. I'm John Abzaid. I'm the ambassador here in Riyadh for the United States of America to the Kingdom of Saudi Arabia. I know that most of the Americans that are here, we've got about 80,000 of you out there, are working in jobs that are important jobs for your families, important for the kingdom, and of course, important for the United States. But I'd also like to say to everybody that you need to know what I'm advising our people here at the embassy, and I'm actually advising Americans that are in the kingdom that under the current circumstances, I would strongly consider sheltering in place. Food supply is good, emergency services are sound, medical systems functioning. There's a lot of reasons to shelter in place in Saudi Arabia that the Saudi administration, the U.S. administration is constantly looking at the statistics to understand when's the right time to ease some of the restrictions. But my personal opinion is it won't happen anytime soon. The decision to leave is personal. Make sure you make it for the right reason. Consider how things are here. Shelter in place here, if that's what you decide, that's certainly what I advise our people here and would advise my family. But right now I'm confident about America's approach to the problem at home. I'm confident about Saudi Arabia's approach to the problem here in the kingdom. And I wish all of you the best in your health and safety and whatever else you may be doing here in the great kingdom of Saudi Arabia. عز يا مال العز وفخر يا مال الفخر. كل العالم يسمي السعودية العظمى، كل العالم ينظر بعين الإعجاب إلى المملكة العربية السعودية وشعبها الرائع وولي عهدها العظيم وملكها العظيم الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، كيف لا، والمجدد الملهم سيد الشباب الله يحفظه الأمير محمد بن سلمان وضع خطة مش نموذجية، عدت مرحلة النموذجية، عدت الإبداع، عدت كل شيء إلى 2030 بحيث تتحول المملكة إلى سيدة اقتصاد العالم وإلى مركز اهتمام العالم وإلى الدولة الأهم بإذن الله تعالى في المنطقة بل في العالم أجمع. عز يا مال العز وفخر يا مال الفخر. وعلى طاري السفير الأمريكي وعلى طاري هالكلام الجميل اللي قاله عن المملكة العربية السعودية، وعلى فكرة بسوي لكم حلقات أكثر الناس شو يقولون هذيلا، يعني ما قاعد أجيب لكم فيديوهات لأمريكي يتكلم عن السعودية ولا إيطالي ولا بريطاني. سفير أمريكا في السعودية، رئيس وزراء إيطاليا، رئيس وزراء بريطانيا، قلت لكم قبل، قلت لكم هالناس شايفين مشاريع جبارة، شايفين إنجازات، يقودون بلدانهم، فلما يقولون هالكلام عن المملكة العربية السعودية فهذه هي نظرة الإعجاب الكبيرة 100%. على هالطاري كله ذكرت موقف وذكرت قصيدة أكثر من رائعة. شاب سعودي صغير 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 في عمر الورد، بحط لكم إياه بالفيديو، مبتعث للأسف ما أعرف اسمه، دخيلكم اللي أعرف اسمه يكتب لي يا أسفل هذا الفيديو، حبوا لي خشمه وحبوا لي راسه لسببين. طبعا القصيدة رائعة وجبارة، بقولها وبحطها هو يقولها بالفيديو. الشيء الثاني تركيبة القصيدة، تسلسل الأفكار فيها، الكلام الرائع، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف فعلا. لو أعرف اسمه والله العظيم راح أقول اسمه وأنا أتباهابة وافتخر به، لكن ما أعرف اسمه. لكن أنتوا يا السعوديين ما شاء الله تبارك الله بتطلعونه من لوين ما كان، بتكتبون لي اسمه الله يحفظكم يا رب العالمين. كان في أحد الدول، ما أدري في أي دولة، لما صارت مشكلة كوفيد صار له موقف، عبر عن هذا الموقف في قصيدة. شو يقول في قصيدته؟ يقول يلي تنادي دوم بحقوق الإنسان وتقول بأن المملكة تنتهكها، يلي تنادي دوم بحقوق الإنسان وتقول بأن المملكة تنتهكها، كنت أدرس بمعهد بهلمان وإسبان والروس وأهل الصين في مكتبتها، ويوم انتشر كوفيد من بين الأوطان صارت شعوب الأرض تبغي بلدها، استرسلوا مع من لهم بالبلد شان، رفضت بلدهم والحقوق اجحدتها ورفعت سماعة
ودقيت بيبان، هو يقول عن نفسه رفعت سماعة ودقيت بيبان وما خاب ظني في بلادي، ومنها قامت سفارة سيد العرب سلمان وقالت أمورك والله انت بشر بها، آمر تدلل وبشر بعز وأمان دام الجواز أخضر ووسطه نخلها، وإذا الأجانب كلهم هم وحزان وصارت بلاد الغرب تجحد شعبها، لا هند سلمان العروبة ولا هان محمد اللي للثقيلة حملها. الله عليك يا رجل. يقول رفعت سماعة ودقيت بيبان وما خاب ظني في بلادي، ومنها قامت سفارة سيد العرب سلمان وقالت أمورك والله انت بشر بها، آمر تدلل وبشر بعز وامان دام الجواز أخضر وسطه نخلها، وإذا الأجانب كلهم هم وحزان وصارت بلاد الغرب تجحد شعبها، لا هند سلمان العروبة ولا هان محمد اللي للثقيلة حملها، ولا باس يا بلادي ودمتي بالإيمان أزمة وتعدي بذن منه كتبها. صح لسانك ألف يا مبدع يا رائع يا يلي ما فيك حيلة، عز الله أنك بطل والقصيدة بطلة وأكثر من رائعة. لكم الحب والتقدير والاحترام، افتخروا في المملكة العربية السعودية كلكم، السعوديين ما يحتاج مفتخرين وزيادة، والعرب أيضا ما يحتاج مفتخرين وزيادة، لكن نبى نتباهى دائما. أنا أقول دائما نخجل أن نتكلم عن أنفسنا، عن أصدقائنا، عن بني عمنا، عن ربعنا، عن اللي نحبهم، نقول لا بيقولون شايفين أعمارهم، ما حد بيقول شايفين أعماركم. افتخروا بإنجازاتكم، افتخروا بالكلام بشكل عام، يعني ما أتكلم عن السعودية فقط، افتخروا بكل ما هو جميل. فكيف إذا كانت دول عظيمة، دول اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم، مثل بريطانيا، مثل إيطاليا، مثل أمريكا، مثل ألمانيا، مثل إسبانيا، مثل هالدول العظيمة، تنظر بعين الإعجاب للملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وللمملكة العربية السعودية. ألا يحق لنا أن نفخر بهذا الكيان الأخضر الشامخ وبهذا المجدد الملهم العظيم؟ بلى ويحكم مش فيني. لكم الحب والتقدير والاحترام، وترككم مع هذه القصيدة لهذا الشاب الأكثر من رائع، ونشوفكم على خير. يلي تنادي دوم بحقوق الإنسان وتقول بأن المملكة تنتهكها، كنت أدرس بمعهد بهلمان وأسبان والروس وأهل الصين في مكتبتها، ويوم انتشر كوفيد من بين الأوطان وصارت شعوب الأرض تبغى بلدها، استرسلوا معمل لهم بالبلدشان، رفضت بلدهم والحقوق اجحدتها، ورفعت سماعة ودقيت بيبان، ورفعت سماعة ودقيت بيبان، وما خاب ظني في بلادي ومنها، وقامت سفارة سيد العرب سلمان وقالت أمورك والله انت بشر بها، آمر تدلل وابشر بعز وأمان دام الجواز أخضر ووسطه نخلها، آمر تدلل وابشر بعز وأمان دام الجواز أخضر ووسطه نخلها، ولا الأجانب كلهم هم وحزان وصارت بلاد الغرب تجحد شعبها، لا هنت يا سلمان العروبة ولا هان محمد الليلة الثقيلة حملها، ولا باس يا بلادي ودمتي بالإيمان أزمة تعدي بذن منه كتبها.